حضرتك ان احنا زمن الحديث ايوه فندم 99 و2000 و2001 و2002 لغايه اللي هم كل المتجمعين ومحتشدين دول المتجمعين دول. احنا مشكلتنا حضرتك ان احنا قدمنا زواج حديث في 2006 ودفعنا الاقساط كلها. أيوة. وجاء بعد الثوره نزلت حكامين على جدران المحافظه. وفوجئنا بعد كده ان شالوا القرار بايه؟ بكل من كان ابوه او امه او عنده ارض في السلام او الصفه ملوش ياخد في الزواج الحديث. فطبعا ده قرار جائر، وده بيقول ان احنا ملناش حقيقه في الشقق بتاعه المحافظه، برغم دفعنا كل الاقساط وتعاقدنا، وكان وقت ما قدمنا ما كانش فيه اي القرارات دي. أيوة. بعد ما دفعنا الاقساط كلها يجي يقول لك القرار ده خطا وشيل كل الناس من الشقق، واخد بالك سعادتك؟ وده طبعا كلمنا المحافظ اللي فات محمد عبد المنعم هاشم وقال لا مفيش حاجه من دي هتحصل ومش هناخد شققكم. جينا كلمنا الدكتور سمير عجلان وقال لي ان شاء الله هنحل لكم المشكله، وكلمنا الدكتور عبد الفتاح بوري وقال لي ان شاء الله هكلمنا المحافظ بحيث ان احنا نحل المشكله، والنهارده في لجنه اسكان المحافظه عشان يحلوا المشكله دي. والعديد من زمايلكم، بس انا شايف ان هنا مشكلتين، مشكله واحده. مشكلتكم واحده هذه المشاكل. ايوه بالظبط. انا هاني فارق فاني ورش في محافظه السويس. ايوه عاملين مظاهره قدام المحافظه ليه يا كابتن؟ طالب بيدعينا بالتثبيت بقى لنا 4 سنين 5 سنين زي ما قال الرئيس، بعد 3 سنين هنثبت ما ثبتناش. اسهم اللي عاملين اللي هو التربيه التعليميه كل دول مش متعينين وقايلين مطالب اخرى. احنا مطالب اخرى دراسه تعيينه، احنا التثبيت عماله ورفع الاجور. لكن موظف هنا في المحافظه، ديوان عام المحافظه بإدارة الوقت. طبعا متعين حضرتك يا فندم، متعين، لكن ليك مطالب اخرى بقى اللي هي 20 سنه. ايوه فندم. احنا لو في القطاع العام او في القطاع الخاص كان زماننا دلوقتي بقينا ياما هنا ياما هناك. انا عندي 4 عيال، لا بنعرف ناكلهم ولا نعرف نجيب لهم لبس. العيل لما بيعيا بنستلف عشان نعالج. احنا ايه حقنا في الدفن؟ حقنا في الدوله. انتخبنا الرئيس وقلنا قال عيش حريه عداله اجتماعيه، فين العداله الاجتماعيه؟ المشكله انا راجل موظف وعندي 3 عيال مرتبي لحد وقتنا في ديوان محافظه السويس موظف. في ديوان محمد حافظ. ايوه فني. ايوه. لحد دلوقتي المرتبات بتاعتنا في الحديث تحت. آه. والحكومه مش شايفه حاجه عندي. ايوه. الرئيس بيدينا لمحه. آه.